اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده هنقدم لكم موبايل مميز جدا، موبايل بيقدم قيمة مقابل سعر، موبايل حكاية من شركة تكنو، وهو التكنو بوفا 5 برو. في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن الموبايل، مواصفاته، مميزاته، عيوبه، سعره، كل حاجة عنه. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل، ادق التفاصيل فيه. متنسناش من اللايك الجميل بتاعكو، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هنتكلم عندي هنا عن التصميم. تصميم الموبايل جاي كله من البلاستيك سواء الظهر او الفريم. وزن الموبايل عندي 220 جرام. الموبايل عندي بيدعم شبكات 5G، وهتلاقي بياخد شريحتين وفي مكان لكارت منفصل، يعني تقدر تركب كارت ميموري في مكان منفصل. وهتيجي تلاقي في الظهر عندي زي حاجات ليد كده بتنور معاك في النوتيفيكيشن بتاع الرسائل او بعض الابليكيشن، عندك لما تكون البطاريه منخفضه، عندك في بعض الاكشنز على الجيم. بالنسبه للتصميم، تصميم مميز جدا ومفيش اي كلام عليه. لو هنتكلم عندي هنا عن الشاشه، فالشاشه للاسف من نوع IPS LCD. حجم الشاشه دي 6.78 من 100 بوصه. دقه الشاشه 2460 في 1080 بجوده فول اتش دي بلس. كثافه بكسلات 396 بكسل لكل بوصه. معدل تحديث الشاشه دي 120 هرتز، واقصى درجه استطاع للشاشه دي 580 شمعه. الشاشه شاشه مميزه جدا، بس للاسف لو كانت جت اموليد كانت افضل. لو هنتكلم على الاداء عندي، فهنتكلم على المعالج، هو من شركه ميديا تك، هو الدايمنستي 6080. دقه التصنيع بتاع المعالج ده 6 نانو متر، معالج صمان النواه، والمعالج الرسومي اللي موجود هنا هو المالي جي 57 ام سي 2. المعالج ده معالج كويس وهيسد معاك وما تقلقش منه في الفئه السعريه دي. لو هنتكلم عن نظام التشغيل، عندي هنا اندرويد 13 مع واجهه تكنو الاتش اي او اس 13، ودي احدث واجهه موجوده حاليا في السوق. لو هنتكلم على الكاميرات، فالكاميرا السيلفي هنا هي كاميرا واحده بس 16 ميجا بكسل، وجاي معاها فلاش وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080. اما الكاميرات الخلفيه فهم كاميرتين، الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8، والثانيه 8.1 ميجا بكسل، ودي بتاعه العزل. والكاميرات عندي بتصور لحد 2K. اما لو هنتكلم على البطاريه، فالبطاريه عندي 5000 ملي امبير، قوه شحن 68 واط، وبتشحن معاك من 0 ل 50% في 15 دقيقه بس. تقريبا معظم المستشعرات موجوده هنا في الموبايل، وعندك البصمه على زرار الباور، وعندك في فيس اللوك. عندك السماعات في الموبايل ده سماعات ستيريو، في منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، في راديو اف ام للناس المهتميه بالراديو. الموبايل بينزل عندك نسختين، اول نسخه هي 8 جيجا رام مع 128 مساحه تخزين، وتاني نسخه هي 8 جيجا رام مع 256 مساحه تخزين. لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي ايه في العلبه بتاعته؟ تلاقي الموبايل ونازل معاه سماعات، ودي حاجه كويسه جدا، والشاحن اللي هو 68 واط، وكابل اليو اس بي من نوع تايب سي، وجراب للحمايه، ودبوس لاخراج الشرايح. طب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده الاقل نسخه 230 دولار او ما يقابله في عمله بلدك. كده قلنا لكم كل حاجه عن الموبايل، هنقول العيوب كلها مع بعض والمميزات كلها مع بعض، وفي الاخر قرار الشراء هو قرار. عند عيوب الموبايل ده، اول حاجه ما بيصورش 4K، تاني حاجه ما فيهوش كاميرا الترا وايد، تالت حاجه الشاشه بتاعته مش اموليد. تقريبا دي كل العيوب اللي في الموبايل اللي احنا شايفينها. اما لو هنتكلم عن المميزات بقى، فعندي شاشه كبيره، شاشه مميزه جدا باستثناء طبعا ان هي مش اموليد. عندك معالج قوي هيقدم معاك وهيسد معاك في كل حاجه. عندك كاميرا خلفيه اللي هي 50 ميجا بكسل برضه هتسد معاك وهتديك اداء كويس. بطاريه كويسه جدا تشحن معاك من 0 ل 50% في ربع ساعه بس. عندك في سماعات ستيريو، عندك الموبايل بيدعم شبكات ال 5G، عندك بصمه سريعه على زرار الباور. كده قلنا لكم كل حاجه عن الموبايل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.